حبيبتي ما كيفكش الاولاد باش تكرهيش تاع انت عشيتي طمطم خباك يا دراك بقات تريحتي شويه راح تعطيك داك الغبينه راح عليك الزعاف راح كيف بقيت دخلي دخلي فاتحه جيتي حواجه زي اللي جيتي هاني نخاتك هاكي تشوفي كراني دايره نخاتك كاني حالت عندك اللي جبتك ويا هبش هاكي تشوفي في حالتي راني لا سونالي دالي بلوك بلوكاني يا حواجه بلوكاني من كلشي لا من مازنجر لا من فؤاد صافي هاني مريضه اختي ها قولي بزيا ماشي هنا قولي بزيا ماما ماشي هنا هاني غير راني قال عمامي تجي تسمع اخبار تهكر فيا فضيحتي بقلاقي لفتيحه اختي فضيحتي بقلاقي مع بلقيس خانه بعد تولي نتعشى ياسين ونفطر ياسين ونتغدى ياسين ونقيل ياسين صايي بلقيس خانه مصابت لي العنوان هاني عارفه بلي ولي هو العنوان تاع حياتي غير نهضر معاها تقولي دابت خالتي وخلاك يا فتيحة اختي دبري عليا عندك شحال الا بغيتي ربي في وجه ربي دبري عليا انا هذا العرس يليق ما يكونش انا شامات ابلا طازر انا خايفه غير من شامات ابلا طازر فيك بلقيس خانم بلقيس صبري في الدوار ما يشنا اتوجي الا سمعت الخبر بلقيس والكناين الكناين ها تقول لي اللي جات رديه اللي جات رديه ها وحشيها لك ولد خيره حواجه بدي اختي ما تعرفي طالب ما تعرفي الشوافه ما تعرفي ها حواجه هي ندير لك حرفي الابيض الا بغيتي ربي يعاونيني فاطمه خاطيش تبا نقول لك الشوافه راه كاين ضربك والطالب راه كاين ضربك انا خاطيك ولا طيبه ملايين ملايين تحطي انا بقات تعفيني ما تخسرش عليه فرنك ما نكذبش عليك وكلي عليه ربي خلي منه المولاه منه المولاه وكلي عليه ربي يا فتيحه موكل عليه ربي لا لا ربي راني وكلتي عليه صافي لونطو مازال حقي ما نكتبش عليك حبيبتي انا مراه مقلقه وربي سبحانه وتعالى في يمهل ولا يهمل هنا انت قمنا دروك شوفي ما تقولي ليش ما نعرفش راني انا عارفتك بلي كاع النهار وانت تخشي وعلى حساب الحمير اللي راكي ضربتها ضربك وجايه عندي شوفي كنتي فتيحه قولي الصح راني حاضرتك اختي الحمير اللي راكي دايره وراتا يا كنتي عندك رونديفو يا شوفي كنتي يا راكي جايه تستشفى فيا حوايج فاطمه خالتي كي صعبه ها نستشفى في اختي الا بغيتي ربي وغاكي اختي عند ربي راني تي ولا الحمير بدي سيدو في الحانوت والله الا كنت عند جارنا جار الماكياج دي دخل سيده قال لي ما يطيرش قال لي ماجيك بدو لها غير خالصه هاك حاطني انا نبغي الحمير من داك اللي عزيز عليا الحمر شدو داك اللي ما يطيرش تاع 24 ساعة موت عليه هاكا عافتني انا عزيز عليا الحمر شدو تاع 24 ساعة داك اللي ما يطيرش وش هو فاختي والله ما نكذب لي فطيبة كاين غير هذاك اللي رحنا ليه داك العام اللي تعقلي عليه اللي ساكن في الدوار الفوق شو فرح عند اختها والله لا تشوف والله لا بنت الحية اللي تقولها لك انا شحال الحية قالت لي وصلت عليها وين الطالب؟ داك اللي ساكن الفوق في الجبلة لا خاتي ما رش عنده داك راه صباط جديد خاتي حصل لي في الغرسة ما كاش الركبة ما كاش الركبة مقطوع شوية جاي قاعد فوق وما راهي مشتعلة باكر نور اي صابة وراهي الغرسة من جهتهم خاصك البوط داك النهار قالتي تصدى داك مول التراكتور بنتي غير مول التراكتور دار فينا بليزير وكان صباطي جبتها في يدي جبت غير فردة فردة خلاص قد في الغرسة ما يعرفش يكتب بنتي الحساب وها عنده صح الكتبة خطأ سمحي لي ونببش هاكي دخل فتش في الكتاب لا 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 شوفي لي واحد فور وداك المقلوع عند أبا اختها شحال تشوف شحال دايرة على ضربة كانت تشوف 5000 زادتو ما نعرفش خايتي نتقاتل ونصات اختها تشوف يا بنيت كيما موافا لا لا واش 5000 فاطمة كي تزعق عليا شكون غادي تدي 5000 انا فاميل مدام صوني الطارو تاع مارسي فاميل بغيت تجيبه لي تمتم نعطيها 10 ما نزيدهاش تمين تبان الحقيقة عاد نزيد نكمل هذا قايلي شوفي طبطب انا ما ندسش على اختي حسيت روحك بلي عزيزي عليا انا راهم قالوا لها لا واحد في وسط غانين صح يلق مبكر راه بنيتي الام لا اله الا الله قاعد تهضر عليه قالك ما يجمدوا انا نقولك شتا ولا قالك يشرط شاطي تفهميتي وياه ولدو نعطيك النص ومين يتقدم نكمل لك الباقي هذه هي
شتي ما دار فيا ود خايره من خاتك شتي شتي شتا باغي نديرو وشحال يشرط هذا شحال كاع باغي يقول لي شحال شوفي فتيحة غدوة الصبح نضربو دورة عند بختها خليها تفرش لي الكارطة وبعد نقول شوفي انا راه عندي وحده السلسله تاع السبيكه تاع بكري ملي خرجوا راه كاليها غير ماريو هذه هي اللي تسلكني غدوه نجبدها نصوقها قدامنا تجيب القيس خانوم وتسقسيني فهمتي وردك لا ريبونس والله ماني طاقتها ديجا راهي عيطت لي وحده من صحاباتي وقالت لي بلي عندي ولدي يلبس 49 اروح نعطيك سبرديتو هذيك هي هذه اللي تكمل بها ما نكذبش عليك راني مريضة فتيحة خيتي راني مريضة إلا كنت صيف الحال سريعا قدامنا يدخل الصيف ها إلا فاتو عليا الوطا منا عارفي بلي راني كوما عارفي بلي دخلت السبيطار مكانش الحل بيتي يا نتزوج قبله يا نوكله سبردينا يا نخلي قاعدة بقنت أنا فتيحة خيتي لفت عليا الكورتاج منا في الصيف وكنت مازلت قاعدة هنا عارفي بلي صحتك راهي سبيطار عارفي بلي راني كوما هاديك السبيكة غدوة تدخل المزاد العالمي ويلا ما كتبتش نبيع عليها انت الصوم اللي خلاه لي بوي ابني تي ما طاكش فتيها عندك كي بيع سبيكة من بلدة تحشيها لي انا نقول لك الا ما قعدتش كونفيونس في هذا الطالب غير ما قبلت تدي لي صح شوفي بيناغيت بالله يقع راك عرفتني ابني الا ما قضى لي الشهر يدور عليك انا خايتي كيما فيكش الخير ها انا نوري لك الصبار انت تقولي لي ندور عليك ها انا على اختي ها انا البين عزلنا اللي كتبع باه نعطيك لي مراب اللي يقضي باه نخبرك شكون راحت عنده راحت عنده يمينة ها انتي ولا يمينة قولي صح من اللي راحت عنده تي هذا تاع اشنا اللي بغى بولاده يمينة قال كانت قرع الراجل يجيها ويطفى بالدم ها كمشي هو هذاك الشفيف اللي هو كان غيتها عقل بيها بنيتي كان بولاده بنيتي تاع اشنا دخلتها على مرته انا نقول لك الله يقضي لا ما قبالك صبح المروك ولا تنقابين سحفي يروح لعد ليهود هما يخدموا غاية تحلفتي مبلقة تحلفتي انت تعرفي الخشش كي صعبة وترنك أم خيتي أنا أم خيتي وش كوني طاقة عليك سيبو عينيا هذا رامي فيها الزوج سبيكة غضوة في المزاد العلني ومستغاليم قالوا لي ناس مستغاليم قول له دي له الحكة يقول لي يمشي ويهبر بحتى وحدة بتشوفي ضل تقدم لها تعيفة أنا أقول لك راني مغلطة اللي خاصة لها الفيزاج هذه هي تولي لي تشوفه الدور وجهه ولي مكروه من عند النساء إلا في الطوم أنا أولا أكون قلت هذا النهار الأول وما أمنيش أنا أولا أكون هذه هي صاحبتي حختي ما تزعفيش حاولش عندك أخبار تقول راكي تخدمي في الجزيرة طيب العوخ هذه جابن قلنا وحطوك في بلاصة وكان عندي كونتاكت مع المدير تاع الجزيرة نقول له يحطك في بلاصة هذه جابن قلنا راه يقلك تستقال أحاول جا أخبار منين تجيبيهم